أنا بشعر كإمرأة دوري كتير مهم لأنه أنا عم بقدر أوصل لنساء اللي ما كانش في يعني أحياناً ما بكونش في عندي المجال لأنه يعبروا عن احتياجاتهم الحقيقية. اسمي سليمة أبو الحاج، أنا منسقة برنامج الطفولة المبكرة في مؤسسة أنيرة. برنامج تبعنا هو تعلم من خلال اللعب، الطفل هو اللي بيقوم بعملية التعلم والمربي دورها اللي هي تدعم العملية هاي وتيسر عملية التعلم للطفل. أنا هدى يوسف طقاطقة من بيت فجار، كنت بسيطة مزارعة صغيرة، التجأت لأرضي صرت أزرعها وأكل منها أنا وولادي. أنا اسمي جميلة شحادي، مسؤولة مركز شتيلة بمؤسسة بيت أطفال الصمود. بلشت بشغلة بانتماء بحب لهذا الشعب لأنه هذا الشعب بحاجة لإلي. I am Abir Aqil. As a team in Gaza, we are working to implement engineering projects which serves a large number of people in Gaza. أنيرة من نقول من المؤسسات اللي قدمت خدمة كبيرة لجمعية الهلال الأحمر. اسمي وسام يوسف من طوعة مؤسسة النجدة، عم بحاول أرسم الضحكة والفرح والسعادة على أبناء شعبي. اسمي لبنى الفارس، اعمل كمتخصصه بقضايا النوع الاجتماعي. انا بتمنى اشوف المراه انها تكون قدره انها تاخذ تكون في موقع صنع قرار. انا بشكر مؤسسه انيرا على الحمام، بشكرها على الزراعه، يعني انا بشكرها على الشتل، بشكرها على النايلون، بشكرها على كل حاجه جابت لي اياها.